العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن أولئك على هدى من رب وأولئك هم المفلحون سبحان الله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرون ختم الله على قلوب ولا سمع ولا أبصار غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم ذلا ولهم عذاب أليم صدق الله.